لا، محطتنا الأولى رح نتعرف عليها اليوم على أهم الأغذية المناسبة لأطفال التوحد، وأيضا أهم العناصر الغذائية اللي بتساعد الأطفال على ضبط السلوك وفرط النشاط. شو هي النسب أيضا المناسبة لتأثير الحميات الغذائية على العلاج؟ كل هالمعلومات اليوم رح نتعرف عليها أكيد مع ميسمة الحصرية، أخصائية بتقنيات الدمج وصعوبات التعلم. يسعد لي صباحك يا ميسم. صباح الخير. صباح الخير ميسم. صباح الخير، كيف صباحك؟ تمام. يعني بيقولوا لازم الانسان يعمل نظام غذائي، ولكن لاطفال التوحد لازم يعملوا نظام غذائي، ليش؟ هلا النظام الغذائي هو خلينا نقول لايف ستايل، يعني هو اسلوب حياه. صح. نحن اليوم عم نتحكم بغدد، يعني كثير اشخاص بيقولوا لنا انه طيب اوكي عمل نظام غذائي تعالج، وبعدها انه حتى اذا رجع ل طبيعة حياته الطبيعية، أو خلينا نقول الأكل الطبيعي اللي كان يأكله، أنه هو بده يرجع يتحسن. فأنا بقول لهم إيه طبعا، لأنه الجسم بيتعود، أو خلينا نقول جسم الإنسان هو كتير ذكي، فهو بيتعود أنه يكون في عنده مثلا خلينا نقول نظام ستايل معين. هذا هو الشيء الأساسي اللي نحن بنشتغل عليه، بنحاول أنه نشتغل على الغدد. لهيك بيسألونا أنه كيف ممكن يكون في حميات غذائية لأطفال، فنحن على طول منقدر أو منقول أنه نحن عم نتحكم بغدة. لما بنكون عم نتحكم نحن بالغدة، فبنكون نحن عم نساعد على إطلاق هرمونات معينة، وهذا الشيء اللي بيميز النظام الغذائي اليوم عن الأدوية الكيميائية، وخاصة الأنظمة الغذائية اللي بتستخدم مثلا لفرط النشاط، للنطق. أنت بتكوني عم تتحكمي بغدة داخلية مسؤولة عن هذا النشاط اللي أنت بدك تشتغلي عليه، بينما لما بيكون في شيء كيميائي فأنا مثل حبة البروفين أو مثل حبة وجع الرأس، أنا عم بضبط وجع الرأس ولكن أنا ماني عم عالجه لأني أنا عم سكنه. فلهيك نحن بنقول الأنظمة الغذائية أو خلينا نقول الحميات هي جدا مفيدة سواء للأطفال أو للكبار. نعم ميسم، يعني بنسمع أنه ببعض يعني الأمراض عند الأطفال بيقولوا له مثلا فرط النشاط لا تعطوه حلو كتير للطفل، مثلا عطوه أشياء مفيدة، القرع مفيد مثلا، مربى القرع أو القرع المجفف مفيد للذكاء عند الأطفال. في كتير معلومات عند الأهالي عم يتداولوها اليوم، يمكن من مواقع التواصل، يمكن من أطباء على مواقع التواصل. خلينا نصححها ونشوف شو الممنوع وشو المسموح مثلا لأطفال التوحد نبدأ فيهم. تمام. هلا نحن بنقول في قائمة من الممنوعات وفي قائمة من المسموحات لازم الأهالي يشتغلوا عليها، ولكن أنا ما فيني أطلب مكون غذائي لطفل من الأطفال قبل ما نعمل CBC اللي هو قراءة مخبرية لعمل الكبد عنده، لعمل الكلية عنده، زائد المقومات الأساسية، لأنه أنا كتير ممكن أمنعه من أشياء يكون جسمه هو فعلا بحاجته. كتير بيقولوا أو بيغطوا انه مثلا اليقطين، اليقطين كثير ممكن يكون مفيد، ولكن باحد البصمات الغذائيه لاحد الاطفال ممكن يكون في عنا حساسيه لاحد المكونات، فبكون انا هيك عم زيد المشكله ماني عم حلها. فيمكن اكثر شيء ممكن نشتغل عليه مع الاهالي انه حاولي وما تاخذوا معلومات، طبعا النت مفيد في حال خلينا نقول الثقافة العامة، ولكن لما بيصير في عنا وقت هو وقت التطبيق، فأنا بتمنى قبل نعمل بصمة غذائية أو تحليل قراءة مخبرية اللي هو CBC تحاليل عامة، حتى نعرف هل طفلنا هو فعلا بحاجة لهذا المكون، أو ممكن أنا استبدله إياه بمكون يعطيني نفس الفائدة ولكن ما يؤدي لأي ضرر. نعم. ميسم خلينا نحكي شو هو اللايف ستايل، الحياة الصحية اللي هي لازم تكون كل يوم لأطفال التوحد. خلينا نبلش الصبح شو لازم يتروقوا، والسناك شو لازم يكون، الغداء كيف لازم يكون، وعن شو لازم يبتعدوا. أول نقطة بدي كتير احكي فيها هو موضوع الوجبات. تقسيم الوجبات لازم يكون عبارة عن 5 لـ6 وجبات أقل شيء لهدول الأطفال، أو حتى عم نحكي للكبار. يعني إحنا وقت عم نقول تقسيم وجبات معناتها نحن ما عم خلينا نقول نتعب الدماغ بإفراز المادة الهاضمة كل شوي كل شوي. في ناس أخذين شيء غلط، إنه أنا كل ما باكل وجبات متتالية أكثر كل ما بحصل على
كمية حريرات أكثر أو كل ما بحصل على كمية أكل أكثر، فهذا الشيء أبدا ما هو صحيح. الشيء الأساسي اللي نحن بدنا نشتغل عليه إنه نحن كل ما قسمنا الوجبات كل ما وصل الجسم للفايل تبعه، فهو أكيد رح يفرز المواد الهاضمة، أو خلونا نقول الغدة رح تفرز المادة الهاضمة بشكل سلس أكثر. الفطور نحن على طول بنقول انه لازم يكون بعيد عن السكريات، لانه لما يكون الجسم لما نكون فايقين بيكون الجسم مخلص استقلاب، مبلش بيوم جديد. فانا لما بعطيه كميه عاليه من السكريات باول وجبه، فانا بنعرف نحن انه السكر هو الماده المخزنه جدا سواء للدهون او للكربوهيدرات، فانا عم بعطيه طاقه. هلا بيقولوا كثير بيلزم لاطفالنا الطاقه، بيلزمنا لما بنكون نحن حاسبينها بشكل صح، حاسبينها بشكل صح انه انا اصلا عم باخذ السكريات اصلا كمان. تماما، وعم باخذ سكريات انا من غير ما تكون سكر مباشر. يعني نحن بنعرف انه السكريات هي سكريات اوليه وثانويه، فانا ممكن اخذ السكريات الثانويه اللي هي الخبز، اللي هي التوست، اللي هي مثلا الجبنه البلديه فيها اكثر من نوع سكريات، فانا ماني عم بحرم طفل من مكون مقابل مكون. المفروض بين الوجبه والوجبه يكون في عندي ساعتين لساعتين ونص، فهو كثير جيد. بيقولوا لي العصير الطبيعي، العصير الطبيعي كله سكر، كثير منيح لوجبات السناك، بس بدنا ننتبه انه ما يكون محضر بكميات سكر كبيره، ما يكون في عنا العصائر اللي نحن بنقلها العصائر المهدرجة أو المدمجة. العصائر المدمجة هي مثلا نقول أوكي عصير أناناس، بس الأناناس هو بيكون معلب، معرض لكمية مواد حافظة كبيرة وسكر كتير. تمام، أحيانا بنقول نحن عصير مثلا بيخلطوا العصائر مع الكوكتيلات اللي هو كوكتيل الموز والحليب، كتير صعب نحن عم نخلط مكونين، فهو بس صرنا بمكونين معناتها صرنا بمود وجبة. يعني هي وجبة بطل اسمها سناك. فهي أهم النقاط اللي نحن منضوي عليها. والشوكولا، الشوكولا هي ما دائما ضارة، أحيانا بتكون مفيدة، ولكن نحن الشوكولا هو مو سناك، الشوكولا هو وجبة أساسية لأنه فيها سكر، فيها حليب، فيها كاكاو، فهي فيها مكون كامل. احيانا ممكن تستخدم كسناك اذا كانت شوكولا غامقه، يعني ما فيها سكر دارك، وما فيها كميه حليب كبيره. نعم. طيب في عندك حالات حققت النجاح من خلال الحميات الغذائيه او صار في تحسن ملحوظ؟ لانه عم نلاحظ ميسام دائما بنقول انه كثره يمكن الامراض، توحد للاسف، فرط النشاط، عند كل عائله عم نلاقي في حاله للاسف بسبب يمكن اسلوب الحياه اللي نحن عم نعيشه. فخبرينا يعني اليوم الحميات الغذائيه هل ممكن تفيد هالحالات؟ هلا على طول سواء بمركز بيسان لهم ولادارتهم كل التحيه، او بمركز ملائكه الجنه كمان لهم ولادارتهم كل التحيه، نحن اعتمدنا على انه يكون النظام الغذائي هو 90 خلينا نقول 60% من حالة العلاج. لأنه أنا إذا ما تحكمت بالدماغ بشكل صح، نحن بنعرف أنه الدماغ 60% من طاقته هي فقط مفروزة للمادة الهاضمة، أو خلينا نقول للغدد الهاضمة. فنحن بنلاحظ أنه أحيانا بنقول نحن أخذنا فول، فالفول عملنا مشكلة، والمشكلة الأساسية هي أنه بطل عنا تركيز. فنحن وقت اللي بناخذ الفول او بناخذ السكريات او بناخذ مثلا الاكل الثقيل، بنلاحظ انه بنقول تعبنا، ما عاد فينا نركز، بدنا ننام. مثل تماما وقت بنقول ما بنصحى الصبح اذا ما شربنا فنجان قهوه، اذا اكلنا لبن مطبوخ بننعس. فالسبب الاساسي انه نحن في عندنا 60% من طاقه الدماغ عم نصرفها فقط للهضم. فانا لما بشتغل نظام غذائي، لا انا بقسم انه اوكي ممكن انا يكون في عندي 30% للهضم، 20% للنطق، 40% مثلا للتركيز والانتباه. هذا الشيء اللي فعلا نحن بنشتغل عليه. لهيك نحن بنقول 60% من عمليه علاج اي اضطراب هي بتتوقف عن النظام الغذائي اذا كان الطفل بحاجه. نعم. ميسم خلينا هيك نعطي مثال عن طفل صار معه تراجع بسبب النظام الغذائي الخاطئ. طفل اكيد بيعاني من التوحد.
تمام. هلا كثير الاطفال بنقول نحن انه بدنا نمنع عنهم السكريات. نحن بنعرف انه ما على طول السكر او ما على طول خلينا نقول الكربوهيدرات هي بتكون ضاره بالمكان الكبير. ف جاني احد الامهات مره وقال لي انا منعت ابني من كل مشتقات القمح، جلوبين، طبعا هي الاشياء المتعارفه عليها انه لازم نمنع عنها طفل التوحد، منعته من السكريات، فلاحظت انه هذا الطفل صار في عنده حاله عصبيه او هيجان، خلينا نقول انه هو مانو بحالته الطبيعيه. فهو اللي بصير انه نحن بنعرف انه بصير في ادمان على بعض المواد الغذائيه مثله مثل ادماننا على اي شيء. يعني مثل نحن وقت بنكون متعودين على فنجان القهوه ومن في الصبح وما بنلاقي فنجان قهوه بتلاقينا كل النهار مرايقين، خلص ما عملنا هذا المود اليومي اللي نحن متعودين عليه. بس معناته في الطفل التوحد انه هو يتعود على نظام غذائي وحياتي تمام فتره عن فتره تماما، يعني ولكن نحن بننتبه على الاستبدال، على عمليه الاستبدال اللي بنعملها بالنظام الغذائي. يعني اوكي انا بمنعه عن السكر بس ممكن اعطيه تين مجفف او تمر، تمر، فهو عم يعطيه سكر ثانوي، فالجسم ما عم بصير بحاله الهيجان او حاله فقدان السكر من الدم بشكل كامل. ممكن امنعه انا عن الخبز الابيض بس اعطيه بداله مثلا رز اسمر، او خلينا نقول رز الكبسه. رز الكبسه كثير فيه مكونات او كربوهيدرات ولكن معالجه. كثير بيقولوا لك انه الرز الاسمر هو للدايت افضل من الرز الابيض، او خلينا نقول كثير بيقولوا لاطفال التوحد الرز الاسمر هو افضل من الرز الابيض. ليش؟ لانه نحن عم نقلل نشويات وعم نعطيها بعمليه معالجه. يعني احنا بنلاحظ انه الرز الابيض كثير بياخذ مي ودهن، بيحتفظ بيخزن، اما الرز الاسمر بتلاقيه نوعا ما ناشف فما بياخذ وقت بالهضم. نعم. يمكن مثل ما قلنا كل مرض عند الأطفال له يمكن حمية خاصة له، وكل طفل له كل طفل حسب حالته له حمية خاصة له. طبعا طبعا كل طفل بنرجع بنقول بناء على القراءات المخبرية في بدها تكون بالتدريج. ميسم يعني أحيانا بيكون طفل معود على نظام حياة، كيف يا الأم تخليه يلتزم؟ انت مع التدريج ولا فورا لازم يلتزم؟ لا اكيد مع التدريج، لانه نحن اي شيء بحياتنا بيصير بطريقه تدريجيه. حتى هذا الطفل، لحتى احيانا بيقولوا لي انه الطفل كيف ممكن ياكل اليقطين؟ يعني اليقطين هو ما انه متعود عليه، ما بيحبه. اغلب اطفال التوحد بيكون في عندهم خلينا نقول نمطيه محدده بالنسبه للاكل، كيف ممكن نعوده على نوع اكل ثاني؟ فنحن بنبلش بالتدريج. يعني مثلا فينا نجيب اليقطين ونبشره مع المعكرونه اذا هو بحب المعكرونه، فهو شوي شوي رح يتعود على طعم اليقطين. فينا نجيب الجوز وندقه مع الزعتر حتى هو نوعا ما شوي شوي نصير نزيد كميه الجوز. بس اهم شيء ناخذ الكميه المطلوبه بالنظام الغذائي. نعم. ميسم يعني الشغلات الطيبة، التشيبسات والبسكوتات أكيد كلهم ممنوعين، بس كيف بدنا نقنعهم للأطفال؟ وإذا أخذوهم قديش رح يأثر هذا الشيء على يمكن نظامهم الغذائي؟ بالختام خلينا نحكي. هلأ أنا كتير بدقق على شيء، إنه أنا ما عندي شيء ممنوع، لأنه حتى نحن الكبار وقت نجي بدنا نعمل دايت فبيكون عنا يوم فري، فأنا ممكن استخدمهم بدال يوم الفري للأطفال استخدمه بشكل معزز، إنه اشتغل الشغلة الفلانية أو كل هي الشغلة اللي هو ما بيحبها بعطيك من هي. يعني كتير أحياناً نحن بنمنع الشوكولا بس حتى نقنعه إنه يأكل التمر ممكن نغطس التمر بالشوكولا. نعم. فهو المنع من أي مكون ممكن يكون بشكل كتير مدروس، وكتير بدنا ندقق على هي الشغلة، لأنه ممكن إذا منعتيه من الشيبس واجته فرصة انه ياكل شيبس فرح نلاحظ انه رح ياكله بكميات كتير كبيرة، رح يصير ما رح نكون قادمين انه مربوط هذا الشعور. يمكن ليا ميسم يعني نتشكر كتير على كل المعلومات اللي عطيتينا اياها، ونتمنى فعلا من الاهل يكون عندهم هذا القدر من الوعي حتى فعلا ما تسوء حالة اولادهم اللي عم يعانوا من هي المشاكل. نتمنى لهم السلامة اكيد للكل. شكرا لوجودك اكيد معنا. شكرا كتير لكم. شكرا كتير لك ميسم، وشكرا لك.